ماركس والديالكتيكية. سوف تكون هناك أزمة الإنتاج الزائد وسوف تنهار الرأسمالية، وعندئذ لابد أن يكون هناك ثورة، وعندها يظهر المجتمع الشيوعي الذي سوف يعطي كل فرد طبقا لقدراته ويأخذ وفقا لاحتياجاته. كارل ماركس في الفترة من 1813 ل 1883 يصنف كفيلسوف ألماني واقتصادي وعالم اجتماع ومؤرخ وصحفي واشتراك ثوري. لعبت أفكاره دور هام في تأسيس علم الاجتماع وفي تطوير الحركات الاشتراكية. كان أبوه في بداية حياته يهودي ثم تنصر، وأشار بعض المؤرخين أن تبديله لدينه كان حيلة اقتصادية ليستطيع كسب قوته في مجتمع مسيحي يستحل النبيذ المحرم في اليهودية. وقد أرجع بعضهم نظرة ماركس إلى الدين في أنه حيلة ووسيلة للعيش من خلال خداع الناس إلى هذه الحادثة، بالإضافة إلى الجو العام الأوروبي. كان في بداية حياته هيجليًا وتأثر كتير بأفكار هيجل، ثم تحول إلى فيلسوف مادي يرى أن الشروط المادية للمجتمع هي التي تحدد بصورة جذرية صورة تفكيرنا، وهذه الشروط المادية هي الأساس في كل تطور تاريخي. فركز على الشروط الاقتصادية داخل المجتمع في تطوير التاريخ، على عكس هيجل الذي كان يرى أن التطور التاريخي ينشأ عن التوتر القائم بين عناصر متناقضة من الأفكار. فالجدل الهيجيلي يرى أن الوعي هو الذي يحدد الحياة، بخلاف ماركس فرأى أن الذي يحدد الحياة الظروف المادية فهي التي تحدد الوعي. فالشروط المادية والاقتصادية والاجتماعية كلها التي يطلق عليها البنية التحتية، وبالتالي فإن صيغة التفكير في مجتمع ما ومؤسساته السياسية وقوانينه ودياناته وفنونه وأخلاقه وفلسفته وعلمه كلها تسمى البنية الفوقية، وهي انعكاسا للظروف المادية. فالمادة مكونة للفكر لديه. تقسيم البنية التحتية لماركس: 1- شروط الإنتاج أي المصادر الطبيعية والمواد الأولية. 2- وسائل الإنتاج أي الأجهزة والميكانات التي يمتلكها الناس داخل المجتمع. 3- علاقات الإنتاج أي تنظيم العمل وتوزيعه وقانون الملكية. لذلك ليس هناك ما هو أخلاقي أو ما هو صحيح في كل العهود، بل هي تبعا للبنية التحتية للمجتمع. فالطبقة الحاكمة هي التي تحدد ما هو خير وما هو شر، وذلك لأن التاريخ كله ليس إلا تاريخ صراع الطبقات. وأما بالنسبة للأفكار وقدرة البنية الفوقية لمجتمع ما، فيمكن أن تؤثر في البنية التحتية، ولكنه لم يعترف للبنية الفوقية من الفكر والدين والأخلاق والقوانين والفلسفة من تاريخ مستقل. فقديما كان الصراع بين الأحرار والعبيد، ثم بين السيد والفلاح في المجتمعات الإقطاعية، ثم بين العامل والرأسمالي، ونتيجة للظلم السائد على طبقة العمال الكادحين والذي كان يعمل بعضهم 12 ساعة، وكان نساء الريف يضطرون للعمل كعاهرات، وبات العمل بدلا من أن يكون شرفا للإنسان أصبح استعبادا من وجهة نظر ماركس. مما جعل ماركس وإنجلز يصدران سنة 1848 بيان الحزب الشيوعي الأول، متوعدين فيه بقلب كل نظام اجتماعي، معلنين الثورة الشيوعية. ونتيجة لذلك تمخض انقسام أيديولوجي وتعددت الأيديولوجيات في الغرب. إن شبحا ما يطوف في أوروبا هو شبح الشيوعية، فلترتجف الطبقات الحاكمة أمام الثورة الشيوعية، ليس أمام البروليتاريا ما تخسره إلا أغلالها. يا عمال العالم اتحدوا. لكن من الواضح أن تنبؤات ماركس حول انهيار الرأسمالية لم تتحقق، بل كان عمرها أطول من عمر الماركسية، حتى أن البعض يعتقد أن من أسباب قوة الرأسمالية واستمراريتها هو نقد ماركس لها وإبراز نقاط ضعفها، مما أكسبها القوة في التغلب على نقاط ضعفها بنسبة ما دون أن يحدث الانفجار. وقد أخذ الكثيرون على ماركس تمسكه الشديد في أن الشروط المادية للحياة هي المحرك الحقيقي للتاريخ والحركة الاجتماعية ككل، وأن الوعي العقلي والدين والأيديولوجيات والأخلاق ما هي إلا انعكاسات لحركة تطور وسائل الإنتاج وأدواتها وما أدت إليه من صراعات طبقية أساسها اقتصادي من الدرجة الأولى. فليس كل صراع هو أساس المادة، وإن كان أكثرها، فهناك صراع بين الأفكار أيضا، والتاريخ مليء بها من مصلحين وفلاسفة. فليس كل فكرة هي وليدة عالم المادة وتابعة لها، وإلا لكانت الماركسية هي نتاج لتحكم في أدوات الإنتاج وانعكاس للسيطرة عليها، وذلك بخلاف نظريته التي رأت نفسها خارج هذا السرب وضد الرأسمالية ومحررة للإنسان من سيطرة أدوات الإنتاج، مما أثبت أن الفكر غير تابع لعالم المادة بل قد يشكله. علاوة على ظهور نظريات أحدث تفسر المادة وطبيعتها،
قد نسخت النظرة الديالكتيكية القائلة بأن الحركة الداخلية للمواد تقوم على فكرة صراع الأضداد، فليس عالم المادة قائم على الصراع بين عناصر وحزب، فهناك مركبات كيميائية من عنصرين أو أكثر وتكامل بين عناصرها أحيانا كما وضح العلم. كما كانت نظريته للإنسان باعتباره كائن مادي خالص مخلة، فالإنسان ليس مادة وفقط، بل فكر ووعي مجرد، فطارة يحكمه العقل والأكثرية تحكمها الغريزة وتدير شؤونها، واختزال الإنسان في بعد مادي فقط هو معيب بكائن مركب. فالديالكتيك الماركسي قام أولا على أصل التضاد، أي صراع بين شيء ونفيه أو نقيضه ينتج مركب جديد، مما يطرح سؤال إن الشيء نفسه أو نفيه من أين أتى؟ هل من صراع سابق أيضا بين شيء يسبقه ونقيضه؟ وهكذا إلى ما لا نهاية، أم سنصل إلى أن هناك ما يسبق عالم الصراع من وجهة نظرهم؟ وثانيا على أصل الطفرة، وهي النتيجة كالانفجار عن صراع، مثل الصراع بين العمال والبرجوازية مما يؤدي للثورة، فلا يمكن التعميم، فليس كل تغيير يحدث كانفجار، فهناك ما يحدث بشكل متدرج، كما حدث من تغيرات في الرأسمالية في تعديل نفسها لتحول للبعض إلى الاشتراكية الاجتماعية، أو نقل البعض الصراع المتوقع بين العمال وأصحاب رؤوس الأموال بالعولمة، وتدويل الصراع وجعله للخارج بسرقة الشعوب واستعبادها، بدلا عن الصراع الداخلي المتوقع في الصراع حول الموارد. انتظرونا في حلقات قادمة نتعرف على الفلسفات السياسية كالليبرالية والاشتراكية.